الزعيم الشبيبة بأسامة بنبوط في مباراة اليوم، أحمد محمد كروم على مستوى الدفاع على الجهة اليمنى، وليد بن شيفة على اليسار، بدر الدين سويد وأحمد أيت عبد السلام في المحور الثلاثي، محمد بن عبدي، محمد بن شعيرة، وكذلك فارس نشاط جنبي الذي يسجل حضوره كأساسي لأول مرة في دور المجموعات. كوسيل أبو عيلة هو الآخر يسجل حضوره لأول مرة في دور المجموعات مع فريق الشبيبة. زكريا أبو لحية رأس الحربة مع رضا بن سايح الكابتن والمتميز والمتألق. كنا شاهدنا المدرب الفرنسي دينيس لافاين الذي استطاع أن يفوز ذهابا وإيابا على القطن الكاميروني بفارق المواجهات. يتصدر الشبيبة هذه المجموعة الثانية، وبالتالي يتعين عليه تحقيق الفوز حتى بنتيجة هدف دون رد بغض النظر عن نتيجة القطن الكاميروني على أرض نهضة بركان بطل هذه المنافسة، لأن المواجهات المباشرة بينه وبين القطن الكاميروني هي لمصلحتي. حتى لو فاز بهدف دون رد وفاز القطن الكاميروني على نهضة بركان بمئة هدف فإن الصدارة لشبيبة القبائل في هذه المجموعة إن شاء الله. الحكم من النيجر محمد علي موسى يطلق صافرات بداية هذه المباراة. الكناري على يمين المشاهد الكريم، والكناري يبدأون هذا اللقاء بأول هجمة بأول فرصة لرفاق رضا بن سايح، وكذلك زكريا بولحية العرضية مرت إلى ركلة مرمى للشبان أودوجي أودوجي الحارس الكيني حارس مرمى نابسا ستارز الزامبي. إذن توليفة هذا الفريق بشبان أودوجي في المرمى، لوكا أنغوني على اليمين، لاورنس شونغو على اليسار، دايفيد أوينو في المحور المدافع الكيني الآخر مع لوكا باندا اللاعب الزامبي، داني سيلفوي رقم 6 مع ديكسون شابا رقم 8 وجاكوب نغولوب رقم 17 وستين باندا رقم 7، ثنائي الهجوم دويزي سوكو رقم 37 وجيمي موكي رقم 32. هكذا الأسماء الحاضرة من جانب فريق نابسا ستارز الزامبي في موقعة اليوم. كرة في هذه البداية لمحمد بن شعيرة، الشبيبة التي أيضا استطاعت أن تتعلق في مباراتها الأخيرة في البطولة أن تحقق الفوز بخمسة أهداف كاملة على حساب العقارب. الوسامبيا فريق اتحاد بلعباس فازت بخمسة أهداف، تداول على التسجيل محمد طوبال اللاعب الليبي سجل ثلاث أهداف هاتريك في تلك المباراة، بوعلي سجل هدف، ورضا بن سايح سجل هدفا، وتفوقت الشبيبة ورفعت رصيدها إلى 34 نقطة في المركز الثاني في سلم ترتيب البطولة الجزائرية، وبالتالي خطفت المركز الثاني بدلا من شبيبة الصورة التي خسرت في هذه الجولة الصورة طبعا في مباراة متأخرة. 33 نقطة بعد 19 مباراة لعبتها طبعا في مرحلة الذهاب، نهاية مرحلة الذهاب لعديد الفرق من بينها كل الفرق ما عدا فريقي وفاق سطيف، وكذلك أو ما عدا فرق وفاق سطيف شباب الوزداد اتحاد العاصمة ومولودية العاصمة وكذلك نجم مقرى إضافة إلى شبيبة السكيكدة. هذه الفرق كلها تتبقى لها مباراة واحدة لأن تتمم وتنهي مرحلة الذهاب. خمس نقاط كفارق ما بين الوفاق الصيفي وكذلك شبيبة القبائل، الوفاق بطل شتوي إذن رسميا لمرحلة الذهاب، بطل شتوي مؤقتا في انتظار بقية مباريات المرحلة العودة. هذه كرة لأحمد محمد كروم ينقلها إلى أحمد أيت عبد السلام، دفاع فريق الشبيبة تألق وتميز في هذه البطولة وحصد فريق الشبيبة الامتياز والعلامة الكاملة بتسع نقاط في هذه المجموعة دون أي خسارة، حالتي فوز على حساب القطن الكاميروني، ثلاث تعادلات من بين التعادل أمام نابسا ستارز الزامبي، عودة كانت أكثر من رائعة في لوزاكا أمام هذا الفريق، كانت شبيبة يتأخر بهدفين نظيفين ولكنه أدرك التعادل في آخر الأمطار في آخر الأنفاس بهدف عكسي من سين وانزا، و طبعا تسجيل هدف التعادل من نزلة في الدقيقة 70. وقتها الشبيبة تمكنت من خطف نقطة ثمينة في لوزاكا الزامبي أمام نابسا ستارز الزامبي، وبالتالي تمكنت من الحفاظ على سجلها خاليا من الخسائر. لا أريد أن أقول الهزائم في كرة القدم، نود أن نقول خسارة في كرة القدم ولا نقول هزيمة. هذه كرة لبدر الدين سوياد ولأحمد أيت عبد السلام ولأحمد محمد كروم، تستمر للكناري، ليس لديه ما يخسره كل فريق في هذه المباراة، لذلك من المنتظر أن نشاهد كل فريق يلعب الهجوم، كل فريق يتحدى نفس ستارز الزامبي، ما عنده ولا فرصة للتأهل في هذه المجموعة من نصيب الكناري ومن نصيب القطن الكاميروني.
في هذه المجموعة الثانية. زكريا أبو لحية يستلم كرة ينطلق أو ينطلق بها أحمد أيت عبد السلام وأحمد محمد كروم عفوا، نقلت على اليمين عرضية بحثا عن هدف، أول رأسية تأتي من وليد بن شريفة، والدفاع الزامبي بصعوبة إلى ركنية. نعم دفاع الزامبي عن طريق أوستين باندا، يتدخل من أمام رضا بن سايح اللاعب المميز نابسا ستارز الذي خسر في روندي أجيا في غاروا الكاميرونية بخمسة أهداف مقابل هدف. رينا مارو سانو إيبانزا وألي ميمن دونوا أهداف القطن الكاميرونية في مرمى نابسا ستارز الزامبي الذي يتذيل ترتيب هذه المجموعة، فوز واحد تعادل وثلاث هزائم لنابسا ستارز الزامبي، خسر مباراته الأولى في دور المجموعات على ملعب نادة بركان بهدفين نظيفين، كنا من ركنية وراسية وفرصة إمكانية التسجيل والتسديد على طائر رضا بن سايح النجم المتألق الكابيتان المتوهج. نابسا ستارز قلت منذ التعادل أمام شبيبة القبائل، بعد ذلك خسر أمام القطن الكاميروني بخمسة أهداف مقابل هدف، وخسر في لوزاكا الزامبية بهدف دون رد أمام القطن الكاميروني ليحقق فوزه الأول في هذه المجموعة على نهضة بركان بطل هذه المنافسة الذي تراجع أداؤه كثيرا. هذه الكرة من الركنية وفرصة كبيرة للشبيبة لهدف أول في اللقاء، وتسديدة من زكريا أبو لحية. زكريا أبو لحية في أول كرة في أول فرصة، عندك فترة طويلة يا زكريا أبو لحية لم تسجل. تسديدة من زكريا أبو لحية مرت بعيدة، مرت إلى خارج أرضية الميدان. ننتظر هذا الفتى اللي كان يلعب في الليغا الإسبانية، يلعب في الدوري الإسباني، زكي أبو لحية، أن يتوهج أن يتألق أكثر. 23 سنة لابن مدينة عين تيموشنت، ليست ببعيدة أيضا عن مدينة سيدي بلعباس التي حقق فيها الفوز الشبيبة. زكريا أبو لحية عنده فقط هدفين إلى حد الآن في 13 مباراة تلعبها، طبعا هدفين في الدور في الدوري الجزائري قد ضمنت التأهل قبل هذه الجولة، لا أحد كان يتوقع لأن القطن الكاميروني من أصعب الفرق. قد شبيبة غابت كثيرا عن المنافسات الإفريقية. كرة خطيرة الآن في فرصة، تمريرة تسرعت فيها يا رضا، رضا بن سايح تسرعت في هذه الكرة تعود إلى بن عبدي، العبدي بدر الدين سويات، رضا بن سايح، زكريا أبو لحية، بن شريفة، حتى أسماء تألقت من الشبيبة وحملت على ظهرها ألوان الكناري. بن شريفة مرة أخرى، بن شريفة العرضية قاتل وجابه خاصة في الخرجات إلى لوزاكا وإلى غاروا الكاميرونية وإلى طبعا إلى لوزاكا لمواجهة نابسا وإلى غاروا لمجابهة القطن الكاميروني وإلى بركان لمواجهة بطل هذه المنافسة الموسم الفارط. تبقى طبعا بعض الفرق الخطيرة جدا في هذه المنافسة المميزة، أتمنى أن يكون نهائي عربي خالص مثل ما كان الموسم الفارط ما بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي. نتمنى أن يكون نهائي هذه السنة مثلا جزائري مغربي، الكناري، شبيبة القبائل، أو الوفاء قسطيفي، النسر الأسود في ملاقات الرجاء المتألق المتميز، أنهى دور المجموعات بثلاثية نظيفة وبالتالي صدارة مستحقة. هناك أندية طبعا كثيرة أيضا، لا ننسى أيضا في هذا الموسم تتألق أندية بيراميدز المصري الذي يستعد لأن يدون نفسه تألق لفريق صفاقس التونسي وتأهله في المركز الثاني عن مجموعته الثالثة، حين يتواجد جرافة السنغالي في صدارة المجموعة الثالثة. الرجاء وبيراميدز فريقان عربيان من المجموعة الرابعة، يعني فرق العربية كثيرة، الرجاء وبيراميدز في المجموعة الرابعة، صفاقسي وإقصاء النجم الساحلي، كنا نتمنى أن يكون هذا الثنائي سويا متأهلا ربع نهائي. كرة خطيرة والإنذار سوف يأتي على لوكا باندا بلا أدنى شك. نعم في منتصف هذا الشوط الأول لوكا باندا مدافع نابسا ستارز الزامبي يتعرض للإنذار، هلال بطاقة صفراء، خطأ مرتكب. Thank you.
مخالفة حاضرة في منتصف شوط المباراة الأول لمصلحة شبيبة القبائل. نهضة بركان يتقدم على القطن الكاميروني، بالتالي هذه نتيجة أكثر فأكثر تريح شبيبة القبائل، لكن لا يجب أن يثق فيها، عليها أن ينهي دور المجموعات بأفضل طريقة ممكنة. المهم جدا تفوز في كل المباريات على ملعبك. شبيبة تعادلت فقط أمام نهضة بركان بهذا الملعب، لكن فازت على القطن الكاميروني بهدف بدر الدين سيادة الذي أتى لأن يضرب الكرة بالرأس، أبعد المدافع العائد للمساندة مع فريقه ديكسون تشابا. واضح بأن نابسا ستارز الزامبي ما زال وقت كبير لأن يعني يكون في مستوى التطلعات. المركز الرابع الموسم الفارط في الدوري، كرة بالرأس خطيرة داخل منطقة جزاء فريق نابسا، الإبعاد والتشتيت ورضا بن سايح من أجل استعادة الكرة الأخيرة. وجود أيضا فارس نشاط جابري أن في انتظار أن يلحق وفاق سطيف بركب شبيبة القبائل في الربع النهائي وبركب مولودية الجزائر وشباب الوزداد والكناري في ربع نهائي المنافسات الإفريقية. بالتالي العلامة الكاملة للأندية الجزائرية مع العلامة الكاملة للمنتخب الجزائري في مجموعاته بالتأهل إلى الكام، في انتظار العلامة الكاملة في مجموعاته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ومن ثم العلامة الكاملة في المباريات الفاصلة. العلامة الكاملة أيضا ننتظرها للمنتخب الجزائري في مشاركته في كأس العرب. هذه كرة بالرأس والهدف الأول، جول جول بن شريفة، بن شريفة الذي سجل في مرمى القطن الكاميروني واحتفل بأصابعه الستة والسبعة مشيرا بأن اللقب القادم للشبيبة قادم لا محالة. هو سوف يحتفل وبهذه الطريقة الرائعة المتميز، وبهذه الطريقة كأنهم اتفقوا عليها، وضعوا هذا البطل ليمر ويحتفل به. ممر شرفي لبن شريفة، ممر شرفي من المحاربين للمحارب بن شريفة، من الأبطال لوليد بن شريفة. بعد رأسية أولى جاءت من بن شعيرة إلى بن شريفة لدوبين، يضعان الكرة في مرمى نابسا ستارز الزامبي. لدوبان الرأسية الأولى كانت من أحمد محمد كروم وليس من بن شعيرة. إذن أحمد كروم رأسية أولى، وبن شعيرة ينهيها في الشباك مغالطا الحارس شابان أودوجي الحارس الكيني. كرة أخرى خطيرة في الهجوم لشبيبة القبائل من أجل 5 و4 أهداف في حضرة كوسيلة. الشبيبة قد يكسل اليوم نابسا ستارز الزامبي بأهداف غزيرة في مرماه، في مرماه. بعد 7 ألقاب الثامنة قادمة، بن شريفة في قروة الكاميرونية أشار إلى 7 و8 الألقاب الإفريقي في الطريق، يحمله حسوب الشبيبة، ولازال عند نسبة 50% في انتظار بقية النسبة. 50% في الربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي. الثامنة قادمة إن شاء الله يا شبيبة، نجمة إفريقية في السماء أخرى مثلما تتألق نجوم الشبيبة. كرة ممتازة على اليسار والتسلل على زكي بولحية، يعرف بأنه كان في وضعية تسلل لذلك لم يحتج. لقبان في دوري أبطال إفريقيا، 3 ألقاب في كأس الكاف، لقب في كأس الكؤوس الإفريقية. نعم هنا نقدر نقول ما كانش تسلل، لأنه اليد لا تحتسب في التسلل، وبقية جسد زكي بولحية كان يغطيها آخر مدافع. مشات كرة وتحضرت لنفس ستارز الزامبي لأوستين باندا، وسوياد يكتب خطأ. لا تخطئ الشبيبة إطلاقا في اختيار قلب الدفاع ولا مرة، الحمد لله. من هذه الألوان أخذت طريقها الشبيبة نحو الذهب.
خطأ لنشاط جابري والمرفق كان حاضرا. لورينس شونغو هناك انذار لمن؟ انذار اخر محمد علي موسى. لورينس شونغو يتلقى الانذار، ربما مدافع اخر قد ينال البطاقة الصفراء. نعم، 10 دقائق على نهاية هذا الشوط الأول مشاهدينا الكرام. مرفق كان على كوسيل أبو عالية. فالمباراة الرجاء لم تنتهي بعد، وجاء مازال متقدم بهدفين نظيفين في بحثه عن التميز والتألق. تمشي كرة لبن شعيرة مع بن عبدي، بن عبدي لبدر الدين سويات لوليد بن شريفة، محاصر بن شريفة يمر، خبرة كبيرة لبن شريفة. سويات أيضا يأخذ دوره مع رضا بن سايح ليتطعم من الأدغال الإفريقية ويتميز ويتألق. يحتاج إلى إذا اللحظات الأخيرة لهذه المباراة. كرة طويلة من حارس المرمى الشبان ودوجي. بن شعيرة ممتاز. ديكسون شابا كروم مع ايت عبد السلام. دقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي. للشوط الأول هدف دون رد، هدف وليد بن شريفة. يظل صامدا في هذا الشوط الأول. هكذا شبيبة تصل لأن تسجل الهدف السادس لها في هذه المجموعة. سجلت من قبل 5 أهداف وتلقت 3 هدفين من نفس ستارس، والفريق الوحيد الذي استطاع ان يصل الى مرمى الشبيبة مرتين. بينما لم تسجل ولم تتلقى امام نهضة بركان. مواجهات عربية مرتقبة منتظرة، ممكن تصطدم الشبيبة بفريق المصري بيراميدس، ممكن ان تصطدم بصفاقسي تونسي. هذان الفريقان اللذان كل منهما احتل المركز الثاني في مجموعته. اخر كرات الشوط الاول وراسية المدافع الكيني او لوكا باندا يرتقي مدافع الزامبي كرة الى خارج ارضية الميدان. اللحظات الاخيرة لشوط المباراة الاول في ملعب اول نوفمبر بتيزي وزو. الامور تقترب من نهايتها في شوط المباراة الأول، وتقترب أيضا الأمور من نهايتها في المجموعات الأخرى، حيث يقترب الوفاق الصيفي من حسم التأهل على حساب لبنغازي الليبي وإنيمبا نيجيري الذي لا زال متعادلا من دون أهداف أمام أورلاندو بيراتيس. إذا بشرى خير، الشبيبة تتقدم وتعتلي الصدارة، بركان تتقدم على القطن الكاميروني بهدف دون رد، والوفاق يتقدم على آلي بنغازي الليبي مع تعادل إنيمبا إلى حد الآن مع أورلاندو بيراتيس في انتظار طبعا صافرة نهاية مباريات إنيمبا وأورلاندو ووفاق مع الأهلي بنغازي. وهنا صافرة نهاية الشوط الأول في أول نوفمبر بتيزي وزو ما بين شبيبة القبائل الجزائري هدف ونابسا ستارز الزامبي لا شيء. لنا ملتقى مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله.
نفس ستارس الزامبي الشبيبة التي تقترب أكثر فأكثر من ضمان الصدارة في هذه المجموعة، لأن القطن الكاميروني الذي ينافس الشبيبة على صدارة هذه المجموعة يتأخر بهدف دون رد على حساب نهضة بركان. والأهم من كل هذا أن الشبيبة هي التي تتقدم، حتى لو فاز القطن الكاميروني بعشرة أهداف كاملة على حساب نهضة بركان، وطبعا في ظل فوز شبيبة القبائل حتى لا كان الأمر يتعلق بهدف دون رد، فإن الفيصل في الموضوع هي المواجهتان ما بين شبيبة القبائل والقطن الكاميروني، باعتبار أنهما قبل هذه الجولة السادسة والأخيرة كل منهما يملك 9 نقاط. أفضلية التسجيل بالنسبة لي في هذه المجموعة هي أو أفضلية الرصيد من فريق الأهداف لمصلحة القطن الكاميروني اللي عنده زائد 5، الشبيبة عنده زائد 2، ولكن فريق المواجهات لشبيبة القبائل بن شهيرة وبن عبدي والكرة إلى ركنية. نعم، هذه المرة الكرة إلى ركنية، أورلاندو بيراتيس وإنيمبا من كسب ورقة التأهل في المجموعة الأولى التي فقد فيها الرهان الوفاق سطيف أهلي بنغازي الليبي لمصلحة هذين الفريقين، وبالتالي فريقان عربيان ينضمان إلى فريق النجم الساحلي ويغادران دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبالتالي الأمر صار أكيد ما بين الأندية العربية بيراميدز والرجاء في مجموعة واحدة. بيراميدز وصيف بطل هذه المنافسة، النادي الصفاقسي في مجموعة وشبيبة القبائل في هذه المجموعة، بالتالي أن 4 أندية عربية مرتقبة، الرجاء متصدرا والشبيبة متصدرة، بيراميدز في المركز الثاني والصفاقسي في المركز الثاني، يعني قد يكون الربع النهائي متكونا من أندية عربية خالصة، يعني قد تلاقي الرجاء فريق الصفاقسي التونسي وتلتقي الشبيبة بفريق بيراميدز وكرة عرضية، بالتالي هكذا نضمن نصف نهائي عربي خالص ونضمن أن النهائي في فريق عربي، هذا إذا التقت هذه الأندية وكانت القرى قد أوقعت هذه الأندية مع بعضها البعض. عموما أتمنى أنه النصف النهائي يكون عربي خالص، وبالتالي النهائي أيضا يكون عربي خالص. كرة من الركنية الآن لمصلحة نفسا ستارز الذي يحاول نفسا عن طريق أوستين باندا، أوستين باندا وكرة تمر من دفاعة الشبيبة، تبعد من بدر الدين سوياد وتخرج في الهجوم لرفاق رزق حمرون، لمسة في المساحة شاغرة ما فيش تسلل، الكرة خطيرة لكن ابتعدت عن محمد بن شعيرة الذي كان يطالب بها في مكان أفضل من ذلك. دخول لمحمد طبال اللاعب الليبي، بدأ به المشوار في دور المجموعات دينيس لافاي، طبال لعب أساسي في مباراتي القطن الكاميروني أيضا ونابسا ستارز زامبي، تعود كرة عند أحمد أيت عبد السلام، من أحمد محمد كروم لأحمد أيت عبد السلام، عبد السلام يأخذ المبادرة يمر يطلب كرة محمد طبال أو توبا، لمسة لوليد بن شريفة، بن شريفة العرضية، فرصة خطيرة لهدف ثاني، الترويض كان سيئا من كسيلة، أتوقع كان كسيلة أبو عالية، ترويضه للكرة لم يكن موفقا وبالتالي ضيع الكرة الأخيرة، 20 سنة فقط لكسيلة أبو عالية. مهاجم المباراة الثامنة التي يلعبها كسيلة، سجل أيضا هدفه الأول مع الشبيبة، الفريق الأول في مرمى فريق اتحاد بالعباس، لذلك يكافئه دينيس لافاي في الدقائق المقبلة. مافوغو، لودي مافوغو اللاعب البديل في مكان دويزي سوكو، لاعب البوريندي لاعب البديل في هذه اللحظات من أجل أن يغير الموازين.
الهدف الثاني، الهدف الثاني يأتي في هذه اللحظات. كوسيلة بوعالي الذي ضيع فرصة التسجيل، ها هو يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، عرضية داخل منطقة الجزاء، يبتسم ويفرح ويهدي هذا الهدف لمن؟ كوسيلة بوعالي بعد أول هدف له مع شبيبة في البطولة الجزائرية في مرمى اتحاد بلعباس، في مرمى العقارب، ها هو يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لشبيبة القبائل، الثاني الشخصي له بألوان الشبيبة، لكن في المنافسة الإفريقية. كوسيلة بوعالي يرتقي ويسدد ويمضي الهدف الثاني للكناري بعد عرضية بن شريفة المتألق في كل مرة. بن شريفة هدف أول في المباراة، بن شريفة أسيست وتمريرة حاسمة باتجاه كوسيلة. رائع أنت ومتميز يا بن شريفة، من وليد بن شريفة إلى كوسيلة أبو علي والتألق، ويتميز ويهدي هذا الهدف لعائلته ولعائلة عبد المزيان رشيد ولكل من يعشق ألوان الكناري دون أدنى شك. طبعا عبد المزيان رشيد يوبا وغيرها من الأسماء التي تحب وتعشق هذه الألوان، وطبعا لا يحلو لها المقام إلا وأن تشاهد الشبيبة بنجماتها في السماء عالية وفي السماء متألقة وعلى الأرض بالأقدام بأقدام الأبطال تسجل وتحصد الفوز تلو الآخر. كرة للكابيتان وللرائع، أقول كابيتان على أرضية الميدان بن شريفة، في حين أنه شارت القيادة عادت في هذه اللحظات لرزق حمرون الذي دخل بديلا في دقائق الشوط الثاني بعدما كان القائد هو رضا بن سايح. جمال مناد خامس أكثر من سجل أهدافا للكناري، حميد برقيقة وعائلته أيضا الذي تألق وتميز برأسيته يصلي إلى 65 هدف بألوان الشبيبة من بين 8 أهداف في الأراضي الإفريقية. يبقى أيضا ناصر بوش أكثر من سجل في المنافسات الإفريقية ب 11 هدف مع شبيبة القبائل. هل يصل إليه بدر الدين سويات ويصل إلى رقمه؟ لنرى. أكثر من سجل لشبيبة القبائل في المنافسات الإفريقية وناصر بوش ب 11 هدف، من المفروض. هناك أيضا مرادعة طاهر مقران بعليش، وهناك فوزي موسوني ونبيل حماني رحمه الله والآخر. يعني نترحم على من تقمص ألوان شبيبة القبائل في صورة الرئيس التاريخي والأسطوري محمد شريف حناشي، في صورة نبيل حماني الهداف، في صورة حسين قاسمي رأس الحربة، أسماء التي سبق لها وأن كانت بألوان الشبيبة ورحلت عن الدنيا ورحلت عن الحياة. بن عبدي وكرة من بن شعيرة باتجاه أحمد أيت عبد السلام إلى أحمد محمد كروم، وانطلاقة لتوبال، التغطية تأتي من الدفاع، ما زالت كرة مستمرة لنشاط جابري، نشاط وكرة لبن عبدي، بن عبدي تهدى الأمور، عفوا بن شعيرة لابن عبدي، تمر كرة لطوبال بلمسة فنية جميلة، نشاط جابري جابها، طوبال يراوغ الدفاع، ما زالت مستمرة للكناري، يصول كوسيلة ويعبر كوسيلة أبو عالية، نقل كرة لوليد يطلبها بن عبدي والعرضية رائعة، خروج للشبان أودوجي يستلم ويلتقط. كروم كروم لداكسون، هذا داني سيلافوي، تبقى لنبسة ستارز الزومبي سعيدة التتويجات. دحمان حفاف وأكثر من نال ألقابا بألوان الشبيبة، 7 بطولات جزائرية، كأسي جزائر، 3 تتويجات إفريقية، وصل إلى 13 تتويج بألوان الشبيبة مع عبد الحميد صدمي ليوصل إلى 13 تتويج. لما بعد ذلك تأتي أسماء صالح الأرباس وأدغيغ وعمارة وكمال عبد السلام ورشيد عدان وربح من قلتي وكذلك رشيد باريس وغيره من الأسماء.
نعم دقيقة العشرين منذ بداية هذا الشوط الثاني، كرة في وسط الميدان لرزقي حمروني، لأين أنت ذاهب يا رزقي؟ الكرة إلى التماس لرزقي، نعم تماس للكابيتان وللقائد. غضب على قرارات حكم المباراة. احتجاج حتى على التماس، هذه التوزيعة وكسيلة بوعالية في مكان مثالي. كنت أبحث عن اسم طبعا الدولي الليبي، كؤوس الجزائر فازت بها الشبيبة على حساب اتحاد الحراش في 2011 لآخر كأس نالتها، وطبعا لعبت نهائي 2004 وخسرت أمام اتحاد العاصمة، خسرت بهدفين نظيفين في سنة 99 أيضا. بطاقة صفراء على رزقي حمرون، أو عفوا بطاقة حمراء على رزقي حمرون الذي لن يلعب اللقاء المقبل. رزقي حمرون وهو لقاء الذهاب من الدور الربع النهائي، ما الذي تفوه به رزقي حمرون؟ ما الذي قاله؟ وما الذي جعل حكم المباراة يشير البطاقة الحمراء في وجه رزقي حمرون؟ بعشرة لاعبين الشبيبة سوف تنهي المباراة، وحد اللاعب يتحمل مسؤولية هذه البطاقة الحمراء، لأنه مباراة لا هي تحت الضغط، لا هي مباراة بطاقات، ولا هي مباراة إصابات. يعني إذا نلت بطاقة صفراء فأنت تتحمل هذه المسؤولية، فما بالك أنك تنال بطاقة حمراء؟ غريب هذا الموقف. كرة في الوسط، عشر دقائق متبقية على النهاية، لحسن حظ الشبيبة البطاقة الحمراء جاءت على بعد عشر دقائق من نهاية المباراة، والنتيجة هدفان نظيفان. طويلة الكرة براس، تحضير لفريق نابصة الذي يبحث عن تدليل الفريق، تسديدة سهلة لأسامة بنبوت. أول مباراة على الصعيد الافريقي لعبها فريق شبيبة القبائل كانت امام تحدي بنغازي في الدورة الثمانيائي لكأس افريقيا للاندية البطلة في سنة 1978، فاز فيها بهدف دونارت. هذه المجموعة الشبيبة تبدع وتقنع وتسجل وتفوز، وفي اربع مناسبات، مرتان في غاروة الكاميرونية يفوز على القطن الكاميروني بإمكانه أن يطمح في الذهاب بعيدا لهذه المنافسة، بالرغم من أنه تبدلت الأيام، تغيرت السنون، تبدلت الأسماء، لكن الشبيبة باسمها وبفخامة اسمها حاضرة على الصعيد المحلي تنافس على لقب البطولة، حاضرة على الصعيد الإفريقي تنافس على لقب هذه المنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الأمر سوف يكون مختلفا لو كانت الجماهير حاضرة بطبيعة الحال. كروم وكرة أخرى لنشاط جابري لتوبال، توبال يكسب خطأ في هذه اللحظات في الأثناء. إذا تمر كرة أخرى لوليد بن شريفة بعيد بن شعيرة، تعود إلى فريق نابصة ستارز. أذكر بأن الشبيبة تلعب بعشرة لاعبين منذ دقيقة 80 بعد خروج رزقي حمرون بالبطاقة الحمراء. كرة خطيرة لنابصة، ممكن تسديدة، ممكن فرصة، نابصة يحاول، هو مهاجم نابصة ستارز الزامبي بدلا من أن يسدد الكرة سدد قدم مدافع الشبيبة دافيد أوينو. أوينو مع شابا
أمور هذه المباراة وهذه المجموعة صارت محسومة. تمت إضافة دقائق أو لا. سالت مباراة القطن الكاميروني عند نتيجة هدفين، هدف كرة خطيرة الهدف، نعم هدف نابسا ستارز في هذه المباراة في هذه اللحظات. هنا نقص العددي كيف أثر حتى على مستوى الدفاع، ونابسا ستارز الزامبي بدوره يسجل في مرمى الشبيبة بعدما سجل القطن الكاميروني هدفا في مرمى نهضة بركان. إذن نابسا ستارز يتمكن من التسجيل في هذه المباراة، وبالتالي الشبيبة حافظت على شباكها نظيفة في مباراتين بهذا الملعب أمام نهضة بركان وأمام القطن الكاميروني وأمام نابسا ستارز. متدين ترتيب هذه المجموعة لم تستطع أن تحافظ على شباكها نظيفة لا في الذهاب ولا في العودة، لأنه المباراة كانت اليوم مباراة سهلة وسهلة جدا يعني. في قروة اللحظات الأخيرة من مباراة نهضة بركان، اللحظات الأخيرة أمام نابسا ستارز الزامبي، الزعامة والصدارة لشبيبة القبائل، الفريق الجزائري الثالث المتأهل بنجاح عن منافسة المنافسات الإفريقية بعد مولودية الجزائر وشباب الوزداد في منافسة دوري أبطال إفريقيا، بينما ودعنا اليوم الوفاق والذي كنا نتمنى أنه يرافق الشبيبة إلى الدور ربع النهائي لهذه المنافسة بامتياز وبالعلامة المميزة. شبيبة القبائل تنهي دور المجموعات بفوز على ملعبها على حساب نابسا ستارز الزامبي وتصل إلى النقطة رقم 12 في مباراة تألق فيها. الرجل الأول هو وليد بن شريفة بهدف وبتمريرة حاسمة.